بس طبعًا. انا عايزه اسالك سؤال قبل ما نكمل بس فقرتنا عشان هتخانق معاك دلوقتي. مش بينا انت بتقولي انت بتحبي شكل الكوره بس. لسه مين قال لك ان انا بحب شكل جاي في الفقره الثانيه؟ انا هتخانق معاك. اصبري شويه. لا هتخانق هنكمل كلامنا. بس انا عايزه اقول لكم ان احنا كمان في الفقرات بتاعتنا انه ليه دايما الرجاله واخده فكره ان الستات مالهاش في الكوره وما بتحبش الكوره. لما تيجي تتفرج هي بالنسبه لها كوره كده بتطير في الجو واللعيبه بيجروا وراها واحنا ما بنفهمش اي حاجه. انا هساله دلوقتي في معلومات طبعا وهشوف معلوماتي ولا معلومات في الكوره. طب يعني ايه اوف سايد يا نوران؟ يعني تسلسل. صح كده بالنسبه لك؟ التسلسل. التسلسل هو التسلسل. طب يعني ايه ضربه جزاء اللي هي ضربه مرمى ضربه مرمى بالنسبه لك؟ اقول لك ضربه الجزاء اللي هي ايه؟ يا جماعه ضربه الجزاء اللي هي لما اللعيب من فريق مثلا معين فجوه خط ال 18 وهيشوط الكوره في الجون ويجي اللعيب من فريق تاني يقوم وقعه او معطله انه يدخل الجون. ما شاء الله. ساعتها هنا الحكم بيحسب ان دي ضربه جزاء. طب سؤال تاني لصالح الفريق اللي طب يعني ايه بينالتي؟ ضربة جزاء بجد والله؟ وحياة ربنا. لا ما شاء الله ما شاء الله. لا هنتكلم شويه بس الفقره اللي جايه فيها خناق اكتر. بفهم ولا ما بفهمش؟ جاوبني بفهم ولا ما بفهمش؟ طيب شويه عليا.